الماضية، وبعد عودة ياماتو للمشاركة في دوري البطولة، علم بأمر اختطاف أخت وان بأيدي مقاتلي بيد الظلام الأشرار. ما الذي يحدث مع اللاعب ياماتو؟ لماذا لا يبدأ بإطلاق الكرات؟ امتنع ياماتو عن القتال من أجل صديقه وان. يا لك من كاذب! لا أستطيع! سيف الكمال! صديقي، أنا لست جباناً كما تقول، لكنني لا أحتمل أن أكون السبب في فقدانك لأختك الصغيرة. سامحني أرجوك، فالأمر لم يعد منافسة وحسب، إنها قضية إنسانية. يا ماتو، سنتعاون من أجل تحرير أختي، إن نافست جيداً. أحقاً ما تقول؟ سيرى الجميع إذن كيف يكون نزال الأبطال. أجل. من سيفوز؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم. عودة الصديقين. هيا. بدأ النزال بين ياماتو ووان يأخذ منحاً آخر كما تشاهدون أعزائي الحضور. هيا! اللاعب الذي يسقط أكبر عدد من الأحجار يكون هو اللاعب الفائز في مباراة اليوم. فهل سيكون ياماتو صاحب الكرة النارية أم وان صاحب الكرة الأسرع؟ هيا! انتهى الوقت. المباراة انتهت والنزال رائعا، والآن سنعرف اللاعب الفائز بعد أن تعد أحجار البيدا التي أسقطها اللاعبان. أسقط وان 43 حجراً. جيد، سرعته جعلته يسقط عدداً كبيراً من الأحجار. أحسنت يا وان. حسناً، سنعلن الآن نتيجة اللاعب ياماتو. إن كانت النتيجة أقل من 43 فستكون الخسارة من نصيبه. ياماتو أسقط ياماتو 43 حجراً والنتيجة هي التعادل. لقد تعادلنا، ولأنهما تعادلا ليتوجها إلى الحلبة لبدء الجولة الثانية. هل أنت مستعد؟ أجبني. أجل أيها الصديق الرائع. وأنا أستحق لقب المعلم. استخدامه لمدفع البيدا مع النمر الأسود يدل على معرفته الواسعة في فنون القتال. إنه مذهل. أجل، وقدرته على الانتباه جعلته يمسك بزمام الأمور. رائع جداً. انظرا إلى ياماتو. حان الوقت كي أوقف تقدمه. إنه اللاعب الماهر القوي. لاحظوا، يبدو أن ياماتو سيحاول تحسين أداء سلاحه، ولكن ما الجزء الذي سيضيفه يا ترى؟ أنا جائع جداً، لم أكن منذ نصف ساعة. الطعام. وهل كنتم تتوقعون شيئاً آخر؟ معدتي ممتلئة. فلنبدأ القتال. هيا هيا. ماذا تفعلان؟ أنا لم أعطيكما إشارة البدء بعد. أيها اللاعبان، يجب عليكما أن تحترما قواعد اللعب. قتال البيدا. لن أسكت عن هذا التجاوز.
ستعاقبان بعد نهاية النزال. ماذا؟ ما الذي حل بسرعة الحزام؟ السرعة تزداد مع كل جولة جديدة لأجل اختبار قدرة اللاعب على الاحتمال. هيا يا ماتو، أسرع أرجوك. يا إلهي، الموقف يزداد سوءا. اللاعب وان بدأ بهجوم سريع على منافسه يا ماتو. انظروا، لقد أحرز تقدما. انتظر، فأنا لم أبدأ بعد. انطلق يا كرة البيضاء. رائع، بدأ يا ماتو الهجوم بكراته النارية الخارقة. لن تهزمني أبدا. أنت على حق يا تن، السرعة التي يستخدمها وان في الإطلاق تعادل قوة كرات ياماتو. ياماتو، وانتهت الجولة الثانية. حسناً، والآن سنعلم من الفائز في هذا النزال. هذا أمر غريب جداً، التعادل مرة أخرى. هنالك جولة نزال ثالثة. أنا سعيد، لقد استعدت صديقي يا تن. يا ماتو، لن أدعك تنتظرين طويلا، فأنا قادم لإنقاذك. أمر غريب، لا أصدق أن وان يفعل شيئاً كهذا، إنه يخالف ما آمره به. وماذا ستفعل؟ الأمر عائد إليه، فإن فاز في النزال على ياماتو فسأؤجل أمر القضاء عليه، ولكن إن خسر في المباراة فسيكون عقابه كبيراً جداً، ولن أهدأ قبل أن أقلب حياته رأساً على عقب وأجعل من أخته الصغيرة تينا عدوه اللدود الذي يقضي عليه. ولكن قل لنا كيف. أخبرنا أيها الزعيم أبابا. لا تتدخلا فيما لا يعنيكما. هذا القتال يفتقر إلى الكثير من التشويق. الجولة الثالثة، فليتوجه اللاعبان نحو حلبة النزال لبدء المباراة. حان الوقت. برعاية الله. يا ماتو، صرت قريبا جدا من تحقيق حلمك، فلا تتراجع. أنا أعدك بذلك. إن لم نستطع إنقاذ تينا في الوقت المناسب فإنني سأندم على دخول هذه المباراة. والآن فليستعد اللاعبان لبدء الجولة الثالثة. أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد. قتال الحياة.
الذي يحدث؟ لا شك أن هناك عطلاً ما، فالسرعة كبيرة. سيصير النزال أكثر تشويقاً الآن. سنطير في الهواء. ماذا؟ ياماتو على حق. هذا النزال يخصنا نحن، وسنكمل حتى النهاية. قتال البيدا. الشجاعة. بقي حجر واحد أمام كل منهما، الفائز من يسقط الحجر أولا. ما يحدث معهما أمر لا يصدق، إنهما متماثلان في القوة والمهارة. سأهزمك الآن، لن تصمد طويلا. حسنا، إلى المواجهة الآن. سقط الأيوان على الأرض ويمات أيضا. بقي 5 ثوان على نهاية المباراة. مشكلة. ياماتو، هيا تصرف بسرعة. لن أستسلم. هيا يا سيف الكوبالت، يجب أن نفوز. يجب أن نفوز في هذا النزال. أخرج كل قوتك. الحجر الأخير، وبهذا يكون الفائز قبل نهاية الوقت. بسرعة أوقفوا الحزام المتحرك. لا، لم يتوقف. صديقي، قدمي مصابة ولا أستطيع الوقوف. هيا افعلوا شيئاً إنقاذيما. لا تقلقي يا تينا، سيحررك يا ماتو. أنت على حق، ولكننا سنفعل ذلك معاً بعد أن أنقذك. هل سيتخلى عن صديقه الآن؟ أبداً. أحسن. انطلقي. ياماتو. فهمت، ركض ياماتو مع الحزام ليفيد من سرعته.
وقفز قفزا عكسيا ليتمكن من إنقاذ وان في الوقت المناسب. ياماتو! ياماتو! هل أنت مصاب يا عزيزي؟ وان أين أنت؟ ياماتو! ماذا تريد أن تقول؟ أنا لقد أنا لقد فزت! إنه يهدي! لا شك في أن أبابا سيحاول إيذاء تينا. لا تقلق بسبب هذا يا تري، فياماتو ووان سيكونان له بالمرصاد. لا تكونا واثقين، فخطتنا القادمة محكمة كل الإحكام. أجل، سيدفع وان ثمن فعلته. ألا تسمعون؟ ياماتو كف عن التفوه بالترهات أيها الفتى الأحمق، هيا! ولكنه نائم. نائم؟ إنه أمر طبيعي أيتها المربية الفاضلة، فقد بذل جهدا كبيرا في النزال. انظروا إلى وان. وان، أين أنت؟ وان، المباراة. معقول ياماتو يشاهد النزالات في حلمه؟ أملك سيف الكوبالت. لا تذهب، النزال سوف يبدأ الآن. أهو يحلم أم أن الجنون أصابه؟ استعد. قتال البيداء! وان، سلاحك يجب أن تحافظ عليه، ستحتاج إليه في المعركة القادمة. وسيف الكوبالت أيضا سيدخل معركتك هذه. أنت فتى رائع، يجب أن نحرر تينا في أسرع وقت ممكن. أجل، سنفعل ذلك. الجوع. ولكن أنت أيضا؟ أمر طبيعي، فأنا لم أتناول أي شيء منذ الصباح. تينا، سأخرجك من عالم الظلام لكي نعيش معا من جديد. وان، أختي، جاء دوري الآن، سألحق بتين هذا هزيمة ساحقة. عذرا أيها البطل الأحمر، غيرت تغييرا طفيفا واخترت لاعبا ثانيا لكي يواجه تين. ها؟ ما الذي تقوله؟ ألست من رتب هذا النزال؟ هيا قل أيها الزعيم أبابا. أجل، ولكن لم يعد رأيك يهمني، فهذا الأمر صار يخصني، فلا تتدخل في شؤوني، فأنا سأرتب أموري كما أريد. فهمت؟ نفذي ما أمرتك به يا تينا. طوع أمرك يا سيد أبابا. ما المكيدة الثانية التي يحيقها أبابا؟ وكيف سيفيد من تينا لإنجاح خطته الشريرة؟ وهل سيتمكن ياماتو من الوقوف في وجه أبابا وخطته الشريرة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، فلا تنسوا موعدنا يا أصدقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
بماذا تفكر يا كين؟ أفكر كيف سأنتقم من ياماتو، فأنا أخطط للقضاء عليه بالسيطرة على تين. ولكن ياماتو وأصدقائه لم يؤذون بشيء. أنت مثير للشفقة، انظر إلى وين، إنه يستحق أن يكون مقاتلاً من مقاتلي الظلام. تابعونا في الحلقة القادمة وعنوانها المفاجأة الكبيرة، وشاهدونا كيف سنتكاتف ضدهم.